السلام عليكم، يومكم جميل بإذن الله. النهاردة معانا 3 مشروبات صحية هتغير حياتكم 100%، هتغير صحتكم، هتغير جسمكم، هترفع مناعتكم. لو حتى خدنا مشروب بس وداومنا عليه، مشروب واحد بس منهم، هيدينا صحة ويبقى في توازن بين الحياة اللي احنا عايشينها غير صحية والحياة، وناخد جانب صغير قوي قد كده اهو للحياة الصحية، او مشروبات صحية او اكلات صحية. 3 مشروبات معانا. مشروب الشطة ده قوي جدا وهنتكلم عليه، المشروب الذهبي المشهور، والمشروب اللي هو الليمون وخل التفاح وفوائده. 3 مشروبات مليانين فوائد. ولو عجبكم فيديو النهاردة ياريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك جميل وكومنت جميل، اقتراحات منكم نعمل فيديوهات ايه. دايما حافظوا على صحتكم، ودايما حافظوا على رفع جهاز المناعة بتاعكم. ولو حتى بجزء بسيط، تعالوا يلا نشوف اول مشروب هنعمله ازاي. اول مشروب هو مشروب الشطة والليمون، وده يعني منشط قوي جدا جدا، مشروب يعتبر من مشروبات الطاقة. هتستغربوا برضو تاني على الشطة، بس بجد يعني مشروب الشطة ده يبقى مفيش أمراض قلب، مفيش أمراض ضغط، مفيش كبد دهني. كل المشروبات يعني اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة يعني مشتركة في حاجات كتير للجسم، بس المشروب ده عارفين ان احنا الشطة بتعزز جهاز المناعة. معانا الليمون، هو مكونين بس الاتنين دول، الشطة والليمون. محدش يقول لي طبعا الشطة هنحتاج الكمية على حسب احنا ما بنحب، ناس بتحب شطة كتير، في ناس بتحب شطة قليلة، بس انا بقول يعني مش كتير، انا كله عايزة الافادة بتاعت الليمون والشطة. مشروب قوي جدا كمان للتخسيس. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. سهل جدا جدا وبسيط جدا جدا، ولكن فوائده مهولة بجد ومذهلة. اول حاجة احنا هنعصر الليمون بتاعنا. انا هحط نص ليمونة، عارفين ان الليمون بيخسس، الليمون بيرفع المناعة، فيتامين سي، عارفين كل الفوائد اللي فيه، مش محتاجة كل يوم اقول لكم على الليمون. وهنحط حبة شطة على حسب طبعا، بس طبعا مش هنكتر، شايفين قد ايه المشروب ده قوي جدا. عايزة تخسي، عايز صحة القلب تكون ما شاء الله، يعني عايز يكون ما فيش كبد دهني. على فكرة يعني كرش يبقى كبد دهني، تمام، متفقين على كده. هنحط عليها مية فترة، يعني مش سخنة، نكون غليناها قبل كده وسايبينها تبرد شوية، على اساس انه ما نكسرش الفيتامين سي اللي في الليمون. المشروب ده اشربيه كل يوم الصبح، او اشربه كل يوم الصبح، نشاط، قوة، حيوية، صحة للقلب. كمان بيقلل من ان احنا عايزين ناكل سكريات كتير، بيقلل من شهوة ان احنا ناكل سكريات، وبالتالي بيخسس جدا جدا لو استمرنا عليه كل يوم. محدش يقلق من الشطة، محدش يقلق من الليمون. بتقوي الشعيرات الدموية وصحة الدماغ كمان وصحة القلب. مشروب هيغير حياتك بجد. تعالوا نشوف المشروب اللي بعد كده. بحبش اطول عليكم الفيديو، بس انا عايزة اقول لكم يعني في فيديوهات بتطول غصب عني وعلى حسب الوصفة. معانا هنا الكركم، مشهور جدا. الكركم اصلا مشروب الذهبي ده، هو مشروب هندي. بصوا يعني هقول لكم كده، لا للزهايمر، مشروب لصحة الدماغ اولا، تمام، والقلب ثانيا، وبعدين طعمه تحفة وجميل جدا جدا جدا. هنحتاج كوباية لبن. عندنا اللي بيعملوا دايت ممكن اللبن العادي، ممكن الكيتو دايت، ممكن لبن جوز الهند او لبن اللوز او لبن، والدايت العادي اللي هو اللي بيعملوا دايت عادي ممكن كمان لبن الشوفان على حسب، ولبن اللبن العادي يكون كامل الدسم عادي مش خالي الدسم. هنحط عليه الكركم، ممكن نحليه بالعسل زي ما احنا حابين، انا دايما يعني مش بستخدم اي تحلية.
المشروب ده جميل جدا للكبار وللأطفال، يعني الأطفال لو أنا مش بيحبوا الحاجات السخنة ممكن نسقعه لهم شوية. بجد كل يوم الكوباية من دي صح الدماغ، بتاع يعني ما فيش زهايمر، القلب يقي من السرطان للأطفال بالذات، بيرفع من المناعة بتاعتهم. لو شربوا كل يوم الكوباية دي أو نص الكوباية دي انسي أي حاجة، لازم في حاجات مضرة لازم تكون قدامها حاجات صحية. انتوا عارفين الأطفال يعني تعبنا في كل حاجة بجد، يعني مش عايزين سلطة ومش عايزين مش عايزين، لا ده طعمه بجد جميل جدا. لو الطفل كمان ممكن تحطي حبة فانيليا صغيرين على المشروب الذهبي. يبقى احنا كده معانا المشروبين، مشروب الطاقة مشروب التخسيس اللي هو الشطة والليمون، والمشروب الذهبي لصحة الدماغ والقلب. مفيدين جدا جدا، يا ريت تختاروا اي واحد فيهم لو انتم مش عايزين تشربوا او يعني تشربوا كل يوم. لازم يكون في توازن زي ما قلت لكم. المشروب اللي بعد كده مشروب خل التفاح، ده شاي بقى، يعني ده انا بسميه الشاي بتاعي، اللي هو لو انا مشربتش الاتنين اللي فاتوا يعني كده بشرب ده الصبح، يعني دايما كده الصبح اول ما بنصحى يعني نغسل جسمنا بحاجات صحية بمشروب صحي. تمام. خلي التفاح احنا عارفين ان هو المشروب ده كمان على فكرة بيخسس جدا جدا، يعني اللي بيدور على التخسيس ثلاث مشروبات دول مشتركين ان هما بيخسسوا. تمام. وبيقللوا نسبة الـ ان انا نفسي طول الوقت اكل حاجة حلوة طول الوقت، لا دول بيكسروا، ابتدي يومك بيه او ابتدي يومك بيه هيكسروا الحتة دي. خدنا معلقة صغيرة من خل التفاح وهنحط طبعا هنحط الليمون، متاح ليك ان احنا نحط معلقة عسل ابيض، طبعا يكون احسن، بس انا يعني خلاص اتعودت ان انا اشرب الحاجات من غير ما تكون محلية يعني. ونحط القشرة فيه كمان، لو في شريحة برتقال ممكن نحطها كمان، ده بقى علاج للكبد، يعني قلنا بقى منشط، قلنا بيخسس، على فكرة كمان بينسف الدهون. كل يوم الصبح كوباية شاي من شاي خل التفاح ده، ما تقلقوش، اهم حاجة بس خل التفاح يكون عضوي ما يكونش صناعي، علشان اللي بيقلق من المعدة وتهيج المعدة والكلام ده كله، وده علشان الكبد الدهني يعني بيديكي صحة كويسة جدا جدا، بيدوب الدهون اللي على الكبد، بيدي للكبد نشاط الصبح كده. ثلاث مشروبات، اول مشروب معانا قلنا الشطة والليمون الكركم واللبن، وممكن في كل دول ممكن نحط العسل. المشروب الثالث اللي هو الخل التفاح والليمون وممكن العسل وممكن كمان شريحة برتقال. بجد التلات مشروبات دول هيغيروا من حياتكو، هيغيروا من صحتكو. لازم دايما بقول لكو ان احنا نعمل توازن بين الحياة اللي احنا عايشينها والاكلات والدسم والمواد الحافظة والشيبسيات والشوكولاتات، ونعمل توازن، نبدأ يومنا بمشروب من دول. مثلا عايزة تخسي، ابدأي يومك بمشروب زي ده، تعبان وقلبك تعبان وصحة الدماغ بتنسى كتير، نبتدي ونشرب من مشروب الذهبي. عندنا الكبد الدهني، نشرب المشروب الشطة او مشروب خل التفاح مع الليمون. عايز ارفع مناعتي عموما، تاني اقول لكم جهاز المناعة هو سلاحكم، نشرب اي مشروب من دول. كمان يعني انا والله العظيم مشروب الشطة ده قوي جدا جدا جدا، ابتدي يومك بيه، ابتدي يومك بيه، شوف السموم اللي هتنزل من جسمكم. واتمنى الوصفة تكون عجبتكم والمشروبات تكون عجبتكم، اتمنى تنفذوا النصايح، واتمنى لكم صحة طيبة وكويسة ودايما جسم سليم وشوية رياضة بسيطة جدا، يعني ولو 10 دقايق كل يوم الصبح ان شاء الله يا رب، حتى نط 100 نطة وانت واقف او انت واقفة. ولو عجبكم فيديو النهاردة ياريت تدعموني، وشكرا لكم.